يا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الدين والحياه. في البدايه سيدنا احنا يكون موجود معانا الدكتور محمد وهدان العالم الازهري القدير. منورني دكتور وهدان كالعاده. اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، زي ما احنا متعودين دايما في الدين والحياه بنحاول نكون حلقه وصل ناجحه ما بين الدين والحياه، ازاي من خلال تعليم ديننا وسماح ديننا ان احنا نقدر نعيش حياه سليمه وصحيحه، وفي نفس الوقت من خلال حياتنا اللي احنا عايشينها نقدر ازاي نحافظ على ديننا وتعليم ديننا. والدين معامله، نتكلم على كمان حلقه وصل ما بين الناس اللي محتاجه الخير والناس اللي مش عارفه توصل للناس اللي معاها الخير ازاي، والناس اللي معاها الخير وتمتلك هذا الخير مش عارفه تمنحه لمين، وازاي تثق في اللي بيطلب منها الخير ده. النهارده معانا موضوعات كثيره ومعانا تقارير كمان هنشوفها مع بعض، بس خلونا في البدايه كده مع دكتور محمد وهدان. كالعاده دايما في خلال دقائق بنقول روشته سريعه لينا كاسره نقدر نستفيد منها. دكتور وهدان، معانا موضوعات كثيره ممكن ما بين الجواز والطلاق، بس خلينا نتكلم عن تربيه الابناء والجرائم الأسرية اللي بقت بتحصل النهاردة. بنستغرب جدا جدا، يعني أب عايز ينتقم من الأم فيرمي بنته في الشارع، أو يعذب بنته أو يقلع بنته وهي رضيعة في الشارع. هذه الجرائم الأسرية اللي بقينا نشوفها النهاردة دي حلها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه أرفع عليه أكف الضراعة وأناجيه وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس أمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب فذا أقصى أمانيها. وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبارك الله فيك يا دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع المهم، وهو قضايا ومشاكل ومتاعب ومنغصات الأسرة وسرطان، أنا أسميه سرطان الطلاق الذي انتشر بين الناس الآن. ولغة الأرقام تقول إحنا عندنا كل 2:20 حالة طلاق، ودي مشكلة لابد أن نبحث لها عن حل، لأن اللي بيدفع الثمن في النهاية هم الأبناء. الإسلام اهتم اهتمام عظيم جدا بالحياة الزوجية، وجعل حياتك تقوم على المودة وعلى الرحمة، وربنا هنا في القرآن من آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معلش تسكنوا عندها، لأن الأولاد تسكنوا عندها سكن مادي، لكن أنت ساعة اتنين وتمشي، لكن تسكنوا إليها يعني إيه؟ يعني الزوج يعود مرهق فتقابله الزوجة بابتسامة وتخف عنه عناء ومتاعب الدنيا. إزاي إحنا بقى نواجه مشاكلنا ونربي أولادنا صح؟ أنا أدعو كل الناس يا دكتور أحمد إلى أن يتأملوا في القرآن العظيم ليستخرجوا منه كنوزا نربي عليها أولادنا، وهي وصية سيدنا لقمان التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في سورة لقمان، فقال تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان لما ربى ابنه عمل له وصية من ثلاث أركان أو ثلاث أجنحة. أول حاجة الجانب العقيدة، والجانب الثاني الجانب الاجتماعي، والجانب الثالث الجانب الشخصي. في جانب العقيدة قال له يا بني لا تشرك بالله، أنا لا أحدثك عن الذي يقول ربنا مش موجود، لكن أقول لك إذا اعتقدت أن فلانا من الخلق أو علانا من البشر يملك لك النفع ويملك لك الضرر فقد أشركت بالله عز وجل شركا خفيا. ولو رجعنا لوصية لقمان وربينا عليها أولادنا مش هنعاني لا من عنف أسري ولا من مشاكل ولا من متاعب ولا منغصات. وبلا شك يعني احنا ضد استخدام الأطفال بأي شكل كان في فض أو في حل النزاعات الأسرية أو الزوجية، ما يكونوش زي ما بيقولوا كده الوقود اللي كل طرف يستخدمه ضد الطرف الآخر. طب تعالوا مع بعض نشوف النهاردة معانا إيه. النهاردة معانا بعض التقارير الهامة جدا، معانا تقرير خاص بمسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة. هذا المسجد هو المسجد الوحيد اللي موجود في هذه أو في هذا المكان، هو مكان المستثمر الصغير أمام جامعة دمياط الجديدة، أقرب مسجد على بعد 5 كيلومتر. المفروض إن احنا هنشوف مع بعض صبة خرسانية بالفعل بتتم
وعايزين مزيد من المجهود والمساهمات والمساعدات من حضراتكم حتى يتم استكمال هذا المسجد، وأمال وطموحات أهالي المنطقة دي إن هم يلحقوا يصلوا فيه في شهر رمضان الكريم اللي جاي بإذن الله. ده بلا شك هيتم بمساهمات حضراتكم. هذا المسجد إن شاء الله المفروض يكون فيه مصلى للسيدات، دار لتحفيظ القرآن، ومكان ومركز لإعداد الدعاء. هشوف مع بعض تقرير مسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة، وهذا المسجد هو المنطقة أو هو المسجد الوحيد الموجود في هذه المنطقة المزدحمة بالسكان، وأقرب مسجد على بعد 5 كيلو من هذه المنطقة. شوف مع بعض مسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة وراجعين مع حضراتكم. اتفضل. من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب من مدينة دمياط الجديدة، هذا الصرح العظيم مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي، إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمتار قرائن. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة اهل الحي جميعا لهذا المسجد، لان المسجد اللي ليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس ان يدخله، اكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. انا جيت هنا عشان باذن الله من غير ما ازور بعض اقاربي، فصرفت 100 جنيه عشان اصلي 4 فروض، فبقول لجماعة قريبنا أمال فين المسجد اللي هنا؟ قال لك على بعد 5 خلوات. صرفت 100 جنيه عشان أصلي 3-4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل إيه؟ إحنا الحمد لله بعد ما قمنا بعملية النظافة أو اللي هي بنقول عليها العادية في المسلحة، بدأنا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحة بتاعتها، وطبعًا زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لأن ده بيت من بيوت الله محتاج فعلًا، محتاج أموال كتير جدًا. هو المسجد عبارة عن 1250 متر، تمام، منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر، تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المية والوضوء. 5 كيلو متر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة، مقابل بوابة الجامعة، وفي منطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. احنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا، لأن الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد. أي حد يتبرع لو بجنيه، شوف لو بجنيه، يعني الجنيه يفرق معانا النهارده في الأيام اللي احنا فاتت بجد.
تمام. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل ويعني الجامعه وعندنا هنا الدولي وفعلا هنا يعني موقع 10 على 10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه. شاهدنا سويا مسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة أمام مقر الجامعة في منطقة المستثمر الصغير. هذا المسجد الوحيد الموجود في هذه المنطقة المزدحمة سكانيا، وشفنا عدد العمارات الكبير المحيط بالمكان. هذا المكان الناس عشان تروح تصلي في أقرب مسجد له على بعد 5 كيلومتر، وفي تقرير قالوا ده علشان نصلي بنركب مواصلات، الراجل قالك عشان أدي 4 فرايض دفعتني 100 جنيه. إذن مسجد السيدة زينب حلم كلنا بنحلم بيه، إن أهالي هذه المنطقة ودمياط الجديدة أمام الجامعة إنها تلحق تصلي فيه وفي شهر رمضان الكريم. ده بيتوقف حسب المساهمة الخاصة بحضرتكم والسريعة والاستجابة لما شاهدناه سويا. طب دكتور وهدان، إيه الفرق ما بين إن أنا أستثمر الثواب واستثمر اموالي، وخلينا نقول كلمه استثمار يعني العائد هيكون اضعاف مضاعفه من هذا المسجد، والاستثمارات الاخرى اللي احنا ممكن نقوم بيها؟ والله يعني استثمار المال في طاعه الله او في اي عمل من اعمال الخير، خصوصا انشاء بيوت لله سبحانه وتعالى، هذه كما اكد لنا الحق سبحانه وتعالى هي تجاره لن تبور. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هي تجارة لن تبور مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سوف يكرم هؤلاء المتصدقين بأن يوفيهم أجورهم وأن يزيدهم من فضله وأن يعطيهم من الخير والبركات والآلاء والنعم ما لا يعد ولا يحصى، لأن الله سبحانه وتعالى أكد لنا في القرآن الكريم أننا عندما ننفق مالنا ابتغاء مرضات الله، مش بس المال، أي حاجة بننفقها فالله سبحانه وتعالى سوف يخلفه علينا. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني من شيء، ما قالش فلوس ولا مال فقط، ولكن الإنسان يستطيع أن يتصدق بماله، يستطيع أن يتصدق بطن حديد أو بنص طن حديد، يستطيع أن يتصدق بشباك، يستطيع أن يتصدق بطوب، بأي حاجة لهذا المسجد. فإذا لم يستطع، يستطيع أيضا أن يتصدق بماذا يا دكتور أحمد؟ يتصدق بالكلمة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. والإنسان عندما يساهم في تعمير بيت الله سبحانه وتعالى، ده يعني يساهم في رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن الناس تسمع الأذان 5 مرات كل يوم، وده بيؤدي إلى بركة المكان ويؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا العبد دعا ربنا أمنت الملائكة على هذا الدعاء، لأن هؤلاء الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى. وحيثك عارف أن أعظم حاجة في الدنيا هي أن نذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. يعني اللي تابع التقرير أكيد خد باله من الجملة اللي اتقالت: أنا حبيت أصلي 3 أو 4 فروض، ركبت مواصلات ب100 جنيه. يعني إذن هناك صعوبات شديدة علشان المسلم يروح يصلي في المسجد اللي هو المفروض يكون قريب من بيته. دلوقتي بنتكلم عن زكاة المال، بنتكلم عن صدقات جارية، بنتكلم عن شهر رمضان الكريم. البعض بيقول ما تطلعوش، وشفت هذه الفتاوى موجودة في بعض المواقع، ما تخرجوش زكاة المال غير في شهر رمضان الكريم، ده بيكون ثوابها مضاعف أضعاف كثيرة، وبالتالي يستحسن إن احنا نخرجها، وبيعتبروا يعني من الحول اللي هو من رمضان لرمضان. هيك شايف ان لو في
مشروع استثمار زي احنا شايفينه النهارده ده، ممكن نستثمر فيه وناخد ثواب اكتر، ومش هيستنى لان الناس مستعجله وبيت بيوت ربنا منتظر مساهماته لو حتى بجنيه، ده افضل ولا ننتظر شهر رمضان الكريم افضل؟ لا ينبغي علينا ان ننتظر حتى يقدم شهر رمضان. صحيح الطاعات في شهر رمضان لها ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، واخراج الصدقات في رمضان له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا قال لنا عن الزكاة بالذات واتوا حقه يوم حصاده. يعني انا حطيت الفلوس في شهر ديسمبر، يبقى انا عندما ياتي ديسمبر القادم اكون طلعت الزكاة مالي، ملهاش علاقة بقى بايام ولا بشهور وما الى ذلك، في اي وقت من اوقات السنة يبقى لي ثواب عظيم. يعني لازم يمر عام كامل. المهم والزكاة كما نعلم جميعا واجبة يا دكتور احمد في المال بشرطين، ان يحول عليه الحول يعني سنة هجرية، او يتوافر فيه النصاب. النصاب ده ايه؟ ما قيمة 85 جرام ذهب على 21. اللي عنده ما قيمة 85 جرام ذهب على 21 وحطتهم في البنك او عنده في البيت ومر عليهم سنة وجب عليه ان يخرج الزكاة. حتى لو حطهم في البيت. حتى لو حطهم في البيت الزكاه دي قد ايه؟ يعني بعد اذنك، يعني الفكره مش فكره استثمار وان احط فلوس في البنك باخد عائد، حتى لو فلوس موجوده في البيت لازم اخرج عنها الزكاه. لا طبعا طبعا، هو مال مدخر، الزكاه واجبه في المال الزائد عن الحاجه. تطلع عنها قد ايه؟ اطلع عنها 2.5%، يعني كل 1000 جنيه، كل 1000 جنيه 25 جنيه، كل 100 جنيه 2.5 جنيه طاعه لله سبحانه وتعالى. انا لو عملت كده اجد ربنا سبحانه وتعالى هيباركني. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح: ثلاث احدثكم بهن حديث صدق، وذكر منهن ما نقص مال من صدقه. يعني الصدقه او الزكاه لا تنقص ابدا من المال. ناس كتير قوي بتخاف تطلع فلوس لسه وتحوشها، تقول لك الزمن الظهر طويل والزمن عريض، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ماشي، لكن لا تنسى حق الله سبحانه وتعالى انك تطلع زكاة المال، لان ربنا قال كده: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. يعني وفي اي مشروع من مشروعات الخير ننفق مالنا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وعايز اقول حاجة لكل السادة المشاهدين، يعني ان الدولة وحدها لا تستطيع ان تفعل كل شيء، ولكن لابد ان يعني الجهود الشعبية والجمعيات الخيرية وكل الناس اللي عندها اموال تتصدق بمالها لإنشاء بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي كل أوجه الخير رحمة بالضعفاء، وده حق الفقراء على الأغنياء. يعني عشان طبعا يختفي الحقد من المجتمع لابد للأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم عشان يحدث التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام ونجح في تكوينه. نعم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح. يعني ميزة هذا التقرير الخاص بمسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة، نحن شايفين بصوت وصورة عملية البناء شغالة. احنا مش بنتكلم لسه عن مسجد محتاج بقى نحن نهده بنرجع تاني نبنيه، لا، احنا نتكلم على عمليات بناء شغالة، رمي أساسات طوب وأسمنت ورمل. ده معناه أن العملية لازم تدور وتدور بمساهمات حضراتكم ومساعدات حضراتكم. إذا توقفت التكلفة أعلى، لان يعني دي معناها ان لازم يتم ضخ فلوس يوميا، لان هذه يعني العماله اللي موجوده والخرسانه اللي موجوده والسقالات اللي موجوده، كل دي معناها ان بيتم يعني دفع الاف مؤلفه يوميا، لان الاسعار بقت عاليه جدا. طن الاسمنت بقى عالي، الرمل والطوب بقى عالي، العماله نفسها اليوميات بتاعتها بقت عاليه. وبالتالي بنفكر حضراتكم مره ثانيه باهميه سرعة المساهمة حتى يتم الانتهاء سريعا من استكمال هذا البناء. من اللي اتقال في التقرير كمان ان مش بس هيكون في مصلى للمصلين للرجال، لا، ان كم على مكان لإعداد الدعاء. وفي بعض الأماكن في بعض الأوقات بيكون الدعاء لهم دور كبير جدا جدا في هذا المكان للناس المحيطة اللي موجودة. يعني هو بالنسبة لهم المفتي، هو بالنسبة لهم الصديق والأخ والأب في كثير من الأحيان. إعداد الدعاء ده موضوع مهم جدا، لأن ممكن يعني يحدفني على طريق من في منتهى الخطورة، يا فعلا يخليني أسير على الطريق والمنهج السليم. الداعي هو ده اللي بيغسل الدماغ، هو ده اللي بيشكل العقل والدماغ. فكره ان انا افكر في هذا المسجد يكون في مركز لاعداد الدعاء، ده اهميته يا دكتور. والله ده يعني مشروع جميل ومشروع رائد ومشروع يصب في ميزان حسنات القائمين عليه.
لأن واجبنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيريد فعلا ننشئ في كل مسجد كبير أو في كل مدينة معهد لإعداد الدعاء إلى الله بإشراف الأزهر أو إشراف دار الإفتاء أو إشراف وزارة الأوقاف. ده يخرج لنا داعية يعرف أمور دينه. الناس زي ما حكت فضلت وذكرت بتسأل الداعية في أمور الدين، بيفتهم في أمور الدين، بيكون عضد ليهم مساند ليهم في كل متاعبهم وفي كل مشاكلهم. فده عمل عظيم جدا، بس لازم مهم جدا نفرق بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والفتوى في أمور الدين. يا دكتور أحمد، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم بالقدر الذي يعرفه. كلنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد يعلم أولاده، يعلم بناته، يعلم قرايبه، يعلم إخواته على قدر ما يعرف. لكن الفتوى في أمور الدين والحديث في أمور الدين له أهله المتخصصون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن العظيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فشيء عظيم، سعيد جدا عندما يتم إنشاء مركز لإعداد الدعاء في مسجد من المساجد يستعان به بعلماء من الأزهر ومن الأوقاف، يعلموا هؤلاء الشباب الطريقة المثلى للدعوة إلى الله. ولما يكون هناك في داعية شاب يدعو إلى الله، أكيد الشباب الصغيرين سوف يلتفون حول أنه من جيلهم وهيعرف يكلمهم بلغتهم، وبالتالي هيختفي التطرف ويختفي الانحراف، ونبقى جميعا كده يدا واحدة متفرغين لكي نساهم في تعمير بلدنا وإرضاء ربنا سبحانه وتعالى. طب من دمياط ومسجد السيدة زينب، وإحنا شفنا هذا التقرير الخاص به، المفروض إن إحنا نسارع في المساهمة في إعادة أو استكمال هذا المسجد. هذا المسجد على مساحة 1250 متر في منطقة المستثمر الصغير أمام جامعة دمياط الجديدة، وفيها منطقة مزدحمة. هو المسجد الوحيد اللي موجود في هذه المنطقة وأقرب مسجد لهذه المنطقة على بعد 5 كيلومتر. طب من دمياط للدقهلية ومركز دكيرنس وبالتحديد مسجد أم حمدان، هذا المسجد أغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية أنه آيل للسقوط، خوفا على حياة المصلين ورحمة بينا. نحن ممكن عندنا نوع من اللي يعني إيه الاستهتار، الاستهانة بقى بالموضوع، فنخش نصلي المسجد يقع علينا، فآيل للسقوط فقرروا إغلاق هذا المسجد. هشوف مع بعض هذا المسجد، هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية، الناس بتصلي في الشارع. تخيلوا معايا في الجو اللي احنا فيه ده، في الصيف بيصلوا في الشارع، في الشتاء بيصلوا في الشارع. المفروض ان في حتة ارض كده او قطعة ارض مجاورة لهذا المسجد، مسجد ام حمدان، حينما يتم عملية احلال وتجديد هذا المسجد سوف تتسع مساحته حتى تضم هذه المنطقة المجاورة للمسجد القديم، ومفروض هيكون في مصلى للسيدات. تعالوا مع بعض نشوف مسجد ام حمدان، واللي هو فيه بقى مشكلة اكبر من مسألة بناء بس، ده احنا عندنا عملية هدم ثم إعادة البناء. نجحنا أو فشلنا في اللي احنا بنعرضه على حضراتكم ده متوقف على مدى إيجابية حضراتكم والمساهمة السريعة دي. شوف مع بعض مسجد أم حمدان سريعا بمركز الكنس بالدقهلية، واحنا لسه مكملين مع حضراتكم. اتفضل. هذا البلد الطيب المبارك من قرية أم حمدان التابعة لمنشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس محافظة الدقهلية، المسجد يعني على مساحة بعد التجديد طبعا 550 متر، وطبعا المسجد في مسيس الحاجة حيث أن التكدس السكان بيحيط بالمكان، وأهل هذا المكان يناشدون أهل الخير. المسجد حاليا مساحته صغيرة جدا وقايل للسقوط، وقع منه قبل كده أجزاء من الشخشيخة ورملناها، وحاليا لا يصلح
والمسجد مساحته صغيره جدا على اهل القريه حاليا، وهو فيه اماكن كتير للتوسعه. والله والله ابني اللي هنا هو والله الشخشيخه وقعت منه حته وكسره على الجبس 6 اشهر. لا اله الا الله. الجبس 6 اشهر هنا. يعني في قطعه وقعت عليه وهو بيصلي والجبس 6 اشهر. المسجد ده معمول من سنه يمكن قبل الستينات. نعم. خدت بالك حضرتك؟ والله الوافقت قفلته مره. نعم. واحنا رممناه. نعم. وبعدين صلينا فيه تاني ورجعوا قفلوه تاني. لان المسجد بيقع منه قطعه من الخرسانات من السقف وخاف على المصليين. نعم. وبعدين المسجد دلوقتي مساحته ضيقه زي ما حضرتك شايف. تمام. وحواليه واسع، احنا بنصلي بره هنا في البرد هنا. ولو في جنازه بنصلي في الشارع ده، خدت بال حضرتك؟ والنسبه ظروفها تعبانه ولمنا جزء برضه على قد ما قدرنا، وربنا يبارك فيكم وفي اهل الخير. المسجد هايل للسكوت من زمان والله، والجه قبل كده الاوقاف وقفلته علينا وكنا بنصلي في الشارع، هم قفلوه خوفا علينا يعني من سكوته ممكن يقع علينا واحنا بنصلي. فاحنا بنناشد كل من يقدر، ويا بخت اللي يقدر ويساهم في حاجه زي دي وبناء مسجد. اضطر نفرش بره في الشوارع وكده، لان المسجد زي ما حضرتك شايف في مساحه كتير مفضله منه. العزبه طبعا ناس يعني على قدها، والعزبه تتكون من 3000 نسمه، والناس هنا في صلاه الجنازه فضيلتك في جنازه او جمعه كله بيصلي بره، فبينزل عليهم المطر. من بدايه انشاء المسجد ما كانش في اي مسجد موجود تاني، فكل المناسبات بتقام هنا في المسجد. طبعا مع كبر مساحه البلد بقى المسجد غير مناسب خالص، بالذات في اوقات الذروه زي صلاه الجمعه مثلا. اعداد العزبه الافراد بيزيدوا علينا، فعايزين مكان ومساحه تكفي العزبه. وانت شايف مساحه المسجد حواليه ليه مساحه كبيره، ممكن نستغلها ونوسع في المسجد بحيث ان هو يكتفي بالعزبه، وهي عزبه ما فيش غير مسجد واحد يعني لازم يبقى لنا حاجه. احنا بس عايزين مكان احنا نصلي فيه ونحفظ ولادنا فيه قران، يعني والمسجد عايز مصلى للنساء. والمسجد يتوسع عن كده، لان زي ما حضرتك شايف ما يناسبش العزبه كبيره على المسجد ده. احنا عايزينه يتجدد بدل ما على العيال ولا على حد زي ولا حاجه. نتمنى يبقى مسجد جميل ونصلي فيه وعيالنا يحفظوا قران وربنا يبارك فيه ويحفظه. شاهدنا سوي مسجد أم حمدان بمركز ديكيرنس بيد قهلية، وشفنا آيل السقوط، شفنا قد إيه حالته متردية، محتاجين فعلا سرعة عملية إحلال والتجديد، لأن هو المسجد الوحيد الموجود في القرية ومساحته ضيقة جدا. أهل الخير قدروا إن هم يبقى يوفروا قطعة أرض مجاورة. حينما يتم عملية الإحلال والتجديد لهذا المسجد سوف إن شاء الله تنضم هذه القطعة إلى المساحة الأصلية لهذا المسجد. طب مسجد أم حمدان مغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية حرصا على حياة المصلين، وهنا يتم طرح السؤال المنطقي: من المسؤول عن هذا المشهد؟ من المسؤول عن إغلاق بيت من بيوت ربنا؟ هل احنا كلنا واحنا قاعدين بنتفرج على هذا المشهد والناس عشان تصلي وتؤدي الفريضة يتصلي في بيتها يتصلي في الشارع في الحر في الصيف او في البرد الشديد في الشتاء؟ طب خلينا برضو نتكلم بصراحه، يعني في الجو اللي احنا فيه ده الناس ازاي هتنزل تصلي الفجر في الشارع عشان تصلي عشان تاخد ثواب الجماعه؟ وهنا يطرح السؤال نفسه: مين المسؤول عن هذه المشاهد اللي احنا بنشوفها سوينا النهارده واحنا بنعرض لكم تقرير خاص من هذا المسجد الموجود في مركز ديكيرنس بالدقهليه؟ مين المسؤول يا دكتور هدايه؟ في الحقيقه كلنا مسؤولون يا دكتور احمد امام الله سبحانه وتعالى.
ما ينفعش ابدا ان هؤلاء الناس بيحاولوا ينشئوا مسجد وبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ونقف مكتوفي الايدي. لابد ان نساعدهم حتى جميعا حتى نكون جيرانا لله سبحانه وتعالى. اي انسان بيساهم في انشاء بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى سيكون جارا لله سبحانه وتعالى يوم القيامه. تخيل بقى يوم القيامه ده اليوم العصيب الصعب الذي يتمنى فيه الناس الانصراف ولو الى النار، يقولون يا ربنا خلصنا ولو الى النار، ينادي الحق سبحانه وتعالى ويقول اين جيراني، فتندهش الملائكه وتتعجب وتقول يا ربنا ومن ذا الذي ينبغي له ان يجاورك يا رب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى اين قراء القران واين عمار المساجد، اين الذين قرأوا القران وعملوا بما فيه، اين الذين عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى واخرجوا زكاه اموالهم واخرجوا صدقاتهم لانشاء بيت من بيوت الله يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. لان الذي لو تركنا هذا المكان بدون انشاء وبدون بناء، الله سبحانه وتعالى يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم من يدخلوها الا خائفين. فلا بد نحن نساهم في انشاء هذا المسجد حتى ندخل الفرحه في قلوب سكان هذه القريه، حتى يرضى عنا الله سبحانه وتعالى، حتى يرتفع اسم الله سبحانه وتعالى عاليا، حتى الناس يعرفوا امور دينهم. لان المسجد مش مكان فقط للصلاه، ولكن لدار لنشر الدين ولتعريف الناس بصحيح الاسلام ولمواجهه مشكلة التطرف والانحراف والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فعندما ننشئ هذا المسجد في هذه القرية بكل تأكيد نحن نقي المجتمع شرا قادما. تحشوف مع بعض تاني المسجد أم حمدان بمركز كرنس بالدقهلية اللي موجود على مساحة صغيرة مغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية. المفروض أنه هو في قطعة أرض أهل الخير وفروه عشان حينما يتم عملية إحلال وتجديد سوف تتوسع وتتسع المساحة الكلية لهذا المسجد. إذا هذا المسجد المفروض إحنا نسارع عشان نعمل عملية إحلال وتجديد لهذا المسجد. وبعديها على طول هنتكلم فكرة إعمار المساجد. هل الإعمار هي فكرة البناء فقط، إن إحنا نرتاد المسجد اللي موجود ومش مهم نشارك في عملية البناء، ولا الاثنين مع بعض؟ نشوف مع بعض هذا المسجد ثم نعود للإجابة على هذه التساؤلات. اتفضل. هذا البلد الطيب المبارك من قرية أم حمدان التابعة لمنشأة عبد الرحمن، مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. المسجد يعني على مساحة بعد التجديد طبعا 550 متر، وطبعا المسجد في مسيس الحاجة حيث أن التكدس السكاني بيحيط بالمكان، و أهل هذا المكان يناشدون أهل الخير. المسجد حاليا مساحته صغيرة جدا وقايل للسقوط، وقع منه قبل كده أجزاء من الشخشيخة ورملناها، وحاليا لا يصلح، والمسجد مساحته صغيره جدا على اهل القريه حاليا، وهو فيه اماكن كتير للتوسعه. والله ابني ليه نوت، والله الشخشيخه وقعت منه حته وكسر على الجب ست اشهر. لا اله الا الله. الجب ست اشهر هنا. يعني في قطعه وقعت عليه وهو بيصلي والجب ست اشهر. المسجد ده معمول من سنه يمكن قبل الستينات. نعم. خدت بالك حضرتك؟ والله الاوافه كانت قفلته مره. نعم. واحنا رممناه. نعم. وبعدين صار لنا فيه تاني ورجعوا قفلوه تاني لان المسجد بيقع منه قطعه من الخرسانات من السقف وخطع المصليين. نعم. وبعدين المسجد دلوقتي مساحته ضيقه زي ما حضرتك شايف. تمام. وحواليه واسعه، احنا بنصلي بره هنا في البرد هنا ولو في جنازه بنصلي في الشارع ده. خدت بال حضرتك؟
والعزبه ظروفها تعبانه ولمنا جزء برضه على قد ما قدرنا وربنا يبارك فيكم وفي اهل الخير. المسجد هايل للسكوت من زمان والله، والجه قبل كده الاوقاف وقفلته علينا وكنا بنصلي في الشارع، هم قفلوه خوفا علينا يعني من سقوطه ممكن يقع علينا واحنا بنصلي. فاحنا بنناشد كل من يقدر، ويا بخت اللي يقدر ويساهم في حاجه زي دي وبناء مسجد. شهيدة سوية مسجد اللي للأسف الشديد ده مغلق بقرار من وزارة الأوقاف المصرية. هذا المسجد محتاجين سريعا عملية إحلال وتجديد له. كنت طرحت سؤال قبل نشوف بصوت وصورة مطالب الناس اللي عايشة هناك. طب الإعمار وفكرة الإعمار، يعني فكرة أشارك في البناء بس وأروح مسجد فقط وأصلي فيه، ولا الإعمار شامل المعنى ده والمعنى ده؟ دكتور وهدان، هو الإعمار أن أنا أروح أصلي وبس، ولا الإعمار أن أنا أعمر بيوت ربنا كمان؟ لا، الإعمار ليس فقط بالصلاة في المسجد، ولكن الإعمار له أوجه كثيرة جدا. المسجد في الإسلام هو دار العبادة ودار السلام ودار الإسلام. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتمعون في المسجد لبحث مشاكلهم ومتاعبهم في هذه الدنيا. كان السلف الصالح يجلسون في المسجد ليتعرف بعضهم على أحوال بعض. فالمسجد ليس فقط مكان للصلاة، ولكنه مكان الناس كلها بتجلس فيه وبيجتمع بعضهم مع بعض ليعرف بعضهم أخبار بعض، ويتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على أداء الصلاة في المسجد في جماعة، لدرجة أن واحد اسمه أبو إسحاق الفراييني بل تخلفت مرة عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام، مرة واحدة تخلف إيه؟ عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. فعزاني رجل واحد فقط اللي جي وراح جي راح يعزيه، بقول ولو مات لي ولد لعزاني الناس جميعا، وزعلان ان واحد بس اللي عزاه، لو مات لي ولد لعزاني الناس كلها. ولكن لما انا ما روحتش صليت في الجامع، لان مصيبه الدين عند الناس اهون من مصيبه الدنيا. فالمفروض احنا نزعل قوي ان احنا ما نصليش في جماعه، لان صلاه الجماعه تفضل طلاط الفرد او الفرد ب 27 درجه. فتعمير بيت الله ليس فقط بالمال، ولكن بالذهاب إلى المسجد وحضور الجمع فيه والجماعات فيه. تعرف الناس لما بتجتمع في صلاة الجمعة هناك ملائكة تقف على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب جملا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرم، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا أو بيضة. فإذا صعد الخطيب إلى المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، جلسوا يستمعون الخطبة. يعني الناس لما بتخش الجامع، يعني ده معناه ان احنا لازم نروح من بدري، ما نروحش في اخر الخطبة عشان نلحق الصلاة بس. لا يعني طبعا كده الخطبة مهمة جدا، لان احنا طبعا لابد ان نذهب الى المسجد مبكرين، والرسول قال لنا من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. طب مسجد ام حمدان اللي شاهدناه مختلف عن المسجد الجديد، هنشوف مسجد الصفا والمروه. المسجد اللي احنا شفناه من دقائق قليله ده مغلق لانه قايل للسقوط. مسجد الصفا والمروه بالفعل تم هدمه، يعني في جزء يعني المفروض احنا نعمله وهو الهدم ثم اعاده البناء، هو بالفعل اتهدم وكان قايل للسقوط، اغلق فتره ثم تم هدمه. هنشوف مع بعض عمليه الهدم ثم نعود مره اخرى عشان نقول ونوضح مع بعض. طيب احنا نتفرج على المشاهد دي وخلاص، ولا احنا مطلوب مننا ان احنا نوصل الرسائل ونعلم الغايب واللي ما يعرفش نعرفه؟ شوف مع بعض مسجد الصفا والمروه، راجعين منتظرين حضراتكم، اتفضلوا.
من هذا البلد الطيب ومن هذا المكان وهذا الموقع، مسجد الصفا والمروة من دمشلت مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. المسجد اتهد بالفعل، والمسجد واقع في مكان خطير جدا ومكان مهم جدا جدا. الجامع ده بيخدم موقف دمشل واغراب اللي بتيجي من البلد بتيجي على الجامع دي، وبيخدم الوحده المحليه ونقطه دمشل والجمعيه الزراعيه وكل اللي داخلين على البلد بيجي يصلوا في الجامع دي، لانه بينه وبين الموقف ما فيش 50 متر. يعني الغريب بيجي على الجامع. مسجد الصفا والمروه من المساجد اللي عليها رواد كتير في دمشلت هنا. المكان ضيق، مكان ضيق وكان قايل للسقوط. المسجد طبعا ما كانش حد عارف يصلي فيه، لان المسجد كان منهار، ما فيش فيه مكان يصلح للصلاة، كان ضيق، كان قايل للسقوط. كان طبعا أهل القرية أو أهل المنطقة بيصلوا على مفارش برة داخل مخيمات. هذا المسجد حواليه 5000 نسمة، تمام، وطبعا فيه كثافة مصليين الحمد لله لفضل المولى عز وجل، وبندعو كل من يساهم ربنا يوسع عليه ينول أجر في الجنة. والله هذا المسجد مبني من سنين طويلة، يمكن من 60 سنة. الحقيقة كان في الفترة الماضية كان بياخد أعداد من الناس بسيطة، لأن كان مساحة 350 متر. كان بيصلي قدام المسجد يمكن أضعاف الناس اللي موجودة في المسجد. الحمد لله يبقى مساحة كبيرة يتسع من المصلين أكثر وأكثر، فبكل ركعة تصلى في المسجد وبكل سجدة سوف تكتب في ميزان الحسنات إن شاء الله. ربنا يعين كل واحد يساعدنا في أمام المسجد، لأن داخل علينا شتاء وأكتر المصليين بنصلي برا. لكن أكتر أيام بنصلي برا والدنيا بتشتي علينا، وكنا بنصلي وإحنا عايزين جامع جديد عشان نصلي فيه ونحفظ فيه القرآن. إذن شاهدنا سويا تقريرا سريعا عن مسجد الصفا والمروة بمركز ذكرنس بالدقهلية، بالفعل تمت عملية الهدم. هو السؤال، نتفرج سوا ولا علينا دور كمسلمين ان احنا نبلغ الناس اللي ما تعرفش؟ دكتور وهدان، لابد طبعا ان احنا يبلغ بعضنا بعضا، ولابد ان ندعو الناس، يعني كل من شاهدنا الان يدعو الناس الى ان يتصدق بماله او بما يستطيع او بما يقدر حتى لو بالكلمة الطيبة لإنشاء بيوت الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا للفقراء والمحتاجين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. يعني الواحد بس لما ينوي خير ويدعو الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أكيد ربنا هيكرمه في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. بشكر ضيف الكريم دكتور محمد وهدان العالم الأزهر القضية، بشكر جدا دكتور وهدان. شكرا جزيلا دكتور أحمد. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهاردة من الدين والحياة، النجاح أو الفشل للرسالة الإعلامية بنقدمها متوقفة على حسب الاستجابة السريعة من حضراتكم، فأرجوكم نساهم سريعا في حل هذه المشكلات الخاصة بأهلينا اللي موجودين محتاجين كل احتياجهم مكان يصلوا فيه. كده خلصت حلقتنا النهارده، معايا تحياتي انا احمد عبد الله. من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب من مدينة دمياط الجديدة، هذا الصرح العظيم مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة،
منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي، إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمتار قرائن. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة اهل الحي جميعا لهذا المسجد، لان المسجد اللي ليليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس ان يدخله، اكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. انا جيت هنا عشان باذن الله من غير ما ازور بعض اقاربي، فصرفت 100 جنيه عشان اصلي 4 فروض. فبقول لجماعة قريبنا أمال فين المسجد اللي هنا؟ قالك على بعد 5 خلوات. صرفت 100 جنيه عشان أصلي 3-4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل إيه؟ إحنا الحمد لله بعد ما قمنا بعملية النظافة أو اللي هي بنقول عليها العادية في المسلحة، بدأنا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحة بتاعتها، وطبعاً زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لأن ده بيت من بيوت الله محتاج فعلاً محتاج أموال كتير جداً. هو المسجد عبارة عن 1250 متر. تمام. منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر. تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المية والوضوء. 5 كيلومتر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة. تمام. مقابل بوابة الجامعة، وفي منطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. احنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا، لأن الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد. أي حد يتبرع لو بجنيه، شوف. تمام. لو بجنيه. يعني الجنيه يفرق معنا النهاردة في الأيام اللي احنا فاتت بجد. تمام. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل، ويعني الجامعة وعندنا هنا الدولي، وفعلا هنا يعني موقع 10/10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه.